لينك وده اللور لينك ماشي، توب لينك واللور لينك. قلنا الديتام بتاعنا يبقى ايه؟ المستوى الاف ده بيبقى مستوى زيرو ماشي. المستوى الاف ده المستوى الزيرو بتاعت الايه؟ بتاعت نفس الايه؟ الليفل بتاعت الايه. وقلنا هناخد من هنا اهو تحت الزيرو، تحت الزيرو يعني ايه؟ رايات ارتفاعات. تحت الزيرو هناخد سلف الرايات ماشي، وهناخد في الفوز ده 6 مللي. ماشي، يبقى في اختبار الباور الهيدروليك سيستم عند المستوى ده طبعا الالعاب دي كلها انا ثبتها في التيبل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الالعاب اللي هي موجوده في الاستاندر اللي هي حاطط فيها الابعاد بالايه؟ بالملي كذا 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 كذا. ماشي، لما اجي بقى اعمل انا الاختبار انا عايز الست الاريات دول والست الاريات دول والارتفاعات بتاعت دي الارتفاعات قد ايه؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هنعمل اللي هو الارتفاع اللي هو الارتفاع الاتش او الهايت الهايت، وهنا عندي الفورس. لا بس بص في نقطه، انا عندي الهايت هيبقى عندي ماشي ماشي ازاي؟ هيبقى 13 عشان الزيرو ده محسوب واحد، محسوب واحد. يعني انا لو بدات هنا مثلا من الزيرو ماشي، هيبقى هنا 1 2 3 4 لغايه 6 وهنا برضه 1 2 3 4 لغايه 6. جميل، هنا بقى هيبقى ايه الفورس بقى؟ ده اللي انا هقيسها عند مثلا هنا في مثلا جه 20 سم وهكذا لغايه نوصل ايه للزيرو، هتكتب ايه الفورس هنا ماشي. يبقى عندي الهايت اللي احنا قلنا 6 مللي عند تحت الصفر، تحت الصفر اللي هو ايه؟ الليفل بتاع الديتم بتاع الايه؟ واللي 6 مللي اللي فوق اللي هم ايه؟ فوق الديتم اللي هو بتاع دول هيتسجلوا لي على الايه؟ ده اللي هيتحط في الداتا شيت اللي هيجيبها الاخ اللي هو ايه؟ بياخد الجرايد بتاعت الايه؟ ماشي؟ نخش بعد كده بقى ازاي نعمل الفاينل ريبورت. يبقى انا بقى ايه الفاينل ريبورت ده هعمله من ايه؟ هعمله من الداتا شيت بتاعت الثلاث حاجات، الداتا شيت بتاعت الدرو بار، الداتا شيت بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت الباور تيك اوف، والداتا شيت بتاعت الايه؟ الهيدرو الكتريك داتا شيت. اوكي، اول صفحه في التقرير بكتب الايه؟ كونتنس. كونتنس اللي هي ايه؟ محتويات التقرير. محتوى التقرير بيتعمل اخر حاجه بناء على الايه؟ على التقرير اللي انا بعمله. يعني انا ببتدي تعمل كونتنس بعد الحاجات دي كلها ما تخلص، هعرف الهيدروليك ليفت صفحه كام، الباور تيك اوف في صفحه كام، الليفت كباستي في صفحه كام، كل دي هتسجل في الايه؟ في الكونتنس. اول حاجه بكتبها في التقرير يعني اول صفحه في التقرير بتبقى كونتنس، بس الكونتنس فعليا بتتعمل في الاخر. الكونتنس في الاخر بتتعمل ايه؟ بناء على بقى احنا ما اعرفش ده هياخد صفحتين ده هياخد ثلاثه ما اعرفش ماشي. الكونتنس بس اول صفحه بيبقى ايه؟ الكونتنس. التقرير بيتعمل على صيغتين، صيغه عربي وصيغه انجليزي. الصيغه العربي عباره عن ملخص، عباره عن ملخص، لكن الصيغه الانجليزي الديتيلز. يعني الصيغه العربي يعني مثلا الراجل ما بيعرفش يقرا، يعني مثلا يعني الراجل ما بيعرفش يقرا انجليزي ماشي، فعايز يعرف ايه الملخص. الملخص ممكن يعرفه بالعربي، لكن الديتيلز بتاعت التقرير بتتعرف من ايه؟ من المحتوى الانجليزي بتاع التقرير. يبقى التقرير بيتعمل على نسختين، نسخه عربي ونسخه انجليزي. والله لو الناس اللي هم بيعملوا قرار او عايز اللي بيختبر او الشركه اللي عايزه تختبر الجرار عايزه ناس اجانب نعمل لهم تقرير انجليزي ونعمل لهم رايح دماغنا ماشي. والمرجع العربي ده يبقى حاجه من حاجه كمرجع لينا احنا، لكن الجول التقرير الانجليزي هو ده الاوثورايز اللي هو ايه بيمشي بيه. يبقى اول حاجه في التقرير هتبقى كونتنس.
كونتنس اللي هي محتويات التقرير. الكونتنس دي بقى ايه مكتوب فيها صفحه كذا في اختبار كذا، صفحه كذا في اختبار كذا، صفحه كذا في اختبار. يعني مثلا واحد عايز يعني يفتح على بيج على طول يروح عارفه الكونتنس على طول عشان يخش مثلا على الايه؟ على البارتيك اوف او الليفت على حسب الصفحه اللي موجوده فيها. تاني حاجه اتعمل اللي هو ايه؟ السبيسيفيكيشن. السبيسيفيكيشن بتاعت الضرار. انت لما بيجي لك ضرار اولا مفروض ما تستقبلش ضرار الا لما يكون لك كتالوج. لان انا في اختبار ضرار بعمل تشيك على هذا الكتالوج. بشوف الكتالوج ده فعلا صح ولا مش صح؟ لان من شغل اختبار الجرار اللي هو مراجعه مواصفات الجرار اللي هو جاي لي مختبر. كل ما هو سبيسيفيكيشن انت شايفها، يعني مثلا الراجل مثلا بتاع الجرار كاتب السبيسيفيكيشن بتاعته في حوالي 5 6 7 صفحات ماشي. انا يهمني الحاجات اللي انا اقدر، هو المفروض الحاجات دي كلها انت تبقى ايه في المحطات الثانيه تبقى ميجرد يعني بيقيسوها. يعني مثلا راجل بيتكلم مثلا في السبيسيفيكيشن عن الانجن، بيتكلم عن الانجن بقى يقول لك ايه البور والستروك والابنشن.